وعدناكم قبل فيديوز الفريلانسرز او الصحفيين اللي بيشتغلوا بطريقه حره رح تنعرض ببرنامجنا. واول فيديو رح نعرضه ضمن مشروع اسمه لالة الطائفيه لبنت اسمها فرح من حمص، بعثت لنا هذا الفيديو وهي بالولايات المتحده الامريكيه. فرح شاركت بتظاهره ضد الحرب الامريكيه على سوريا، هن وبهيدي التظاهره اجى عالم بلشوا يسبوا بطريقه طائفيه، وهي ارتقت انه هيدا الشيء اللي بدها تعرضه بخط ماس ونحن ما قررنا نرفض طلبها. خلينا نشوف فرح شو بعثت لنا من امريكا. My name is Farah Saliba. I'm Syrian girl from home. I stood up against the American government in Syria. I am here in New York right now in Times Square. USA, CIA. End of Syria. USA, CIA. End of Syria. USA. انتو كمان مثل فرح وين ما كنتوا وشو ما كان الموضوع اللي بدكم تحكوا عنه، طبعا شرط يكون عن خط التماس، ولكن اذا كان ذكي وموضوعي وخارج خطوط التماس ما عندنا مشكله نريح العالم باخر فقره.